عمال غزة والله ما لهم إلا الله. من يوم ما إسرائيل سكرت في المعابر والعامل في النازل. ونرجو الله إنه هيك الله يفرج كربهم. الله ربنا يحسن أحوال شعبنا بشكل عام وفئة العمال بشكل خاص، ويفتح الأسواق ويفتح المعابر حتى إنه يكونوا يعيشوا في أحسن أحوال. وللأسف إحنا منذ 10 أعوام منذ الانقسام البغيض على شعبنا، اللي تم أكثر فئة متضررة من شعبنا هي فئة العمال. وإحنا حتى ما بننسى إنه كانت على مدار العهود، يعني كان الرئيس عرفات ما يجي ينساهم من الدعم ومن التأمين الصحي، وبنتمنى من الحكومات المتتالية أنه تدعم هذه الفئة وتوفرهم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية حتى يقدروا يعيشوا في أحسن مستوى. ونرجو الله أنه جميع فئات شعبنا برضو أنه يزدهر بهاي الأمور المعيشية. قاعدين من عمال إسرائيل لا شغلة ولا عملة، وقاعدين بنستنى هالكبونة من هان أو من الوكالة أو من الشؤون على هالقعدة. والحمد لله علمنا الله، وعندي 4 أنفار في الجامعة ومش قادر أدفع لهم، وشحتة في شحتة، وكل عشتنا في شحتة قاعدة، ونطلب من الله إنه الله يرفعنا ويوفق لنا هالمسؤولين من السيسي لأبو مازن لغيره لغيراته. وأنا واحد من العمال بكرة قاعد، وكل اللي بتسمعوه عن العمال كله كذب، لا في عمال في شركات ولا غير شركات، والشركات كلها سقطت في الحصار هذا، والوضع بتأزم كل يوم عن يوم، والعمال أكثر وضع وأكثر ناس بتشكي هم العمال، وفئة كبيرة من البلد هذه اللي بتشكي العمال اللي كانوا بيشتغلوا في الخط الأخضر ولا في قطاع غزة هنا. الوضع صعب كتير كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعمال في قطاع غزة نسبة فوق 90% كلهم باطلين على العمل، لأن ما فيش عمل يشتغلوا، ووضع قطاع غزة صعب جدا، وكله عايش على البطلات وعلى المساعدات، ويا ريت بيشوفوا ولا مساعدة ولا في كمان بطلات يشغلوهم فيها، وما فيش يعني عمل، ما فيش مصانع، فيش خش لهم مواد خام، ما فيش للشركات، ما فيش. يعني أنا بشتغل في شركة مقدام الشام، هل المسؤول الشركة بده يقعد العمال اللي عنده، لأن ما بنجيبش سولار الباص ولا بنجيب أجارنا، كل المستفيدة الأولى والأخيرة الحكومات، كان في غزة ولا كان في رام الله، الشكتين المستفيدات.